أهلا بكم إلى هذه القراءة في أهم ما تضمنته الصحف الوطنية الصادرة اليوم، والبداية بجريدة الأحداث المغربية التي أفادت بأن وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسي مانويل ألباريس أعرب عن ارتياح بلاده لوتيرة تنفيذ خارطة الطريق التي تم اعتمادها بين إسبانيا والمغرب. وأكد ألباريس خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي غوميش كرافينيو أن تطبيق خارطة الطريق التي جرى اعتمادها خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب في أبريل الماضي بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس تتقدم بخطوات ثابتة ووفق وتيرة طبيعية. إلى جريدة الاتحاد الاشتراكي التي كتبت بأنه انطلاقا من قوة تقاربهما السياسي الذي ما فتئ يتعزز، يواصل المغرب والبرازيل تعميق شراكاتهما التي يصفها مسؤولون برازيليون رفيعو المستوى في العديد من المناسبات بأنها شراكة استراتيجية. وتندرج زيارة وفد يقوده وزير الفلاحة إلى المغرب الأسبوع الجاري في إطار الدينامية المثمرة التي حققها بلدان يتمتعان بتأثير في منطقتيهما. ختام هذه الجولة بصحيفة اليوم المغربي التي قالت إن الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجازولي أجرى مباحثات مع كاتبة الدولة ومديرة كتابة الدولة للاقتصاد السويسرية السيدة ماري جابرييل إينيشين فليش بالرباط، تمحورت حول سبل تقوية العلاقات الاقتصادية بين المغرب وسويسرا. وتدارس الطرفان خلال هذه المباحثات التي حضرها سفير سويسرا بالمغرب غيوم شيرر سبل تطوير الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، معربين عن رغبتهما في تقوية الروابط، وذلك على الخصوص من خلال تنظيم اجتماعات وحوارات منتظمة بين دوائر الأعمال بالبلدين.